امبارح كان في ماتش لمصر وتونس، ومصر خسرت ونمنا متنكدين امبارح. بس خسرت ازاي بقى؟ كان الوقت بدل الضايع 3 دقايق، وبعدين الحكم زوده مثلا 3 دقايق ونص، فالجون بتاع تونس جه في 3 دقايق ونص الوقت بدل، يعني جه في اخر ثانيه في الشوط، واحنا اللي جبنا الجون في نفسنا. فبعيدا عن فكرة الماتش، وانا عارف ان في ناس ما بتحبش، يعني مش ممكن ما يكونش متابع للكرة بشكل جيد، ايوه هو ده الجون، احنا جبناه في نفسنا في اخر ثانية في المباراة. فاحنا النهاردة بنتكلم عن ايه بقى؟ سوء الحظ، سوء الحظ او الحظ بشكل عام. ما انت النهاردة بالنسبة لك انت كمصر امبارح كنت سيء الحظ عشان جبت جون في نفسك في اخر ثانية، وتونس كان حظها حلو ان احنا جبنا جون في نفسنا في اخر ثانيه. وبعدين نقعد ايه بقى لما يبقى سوء الحظ بقى، تقعد تقول ايه انا ازاي عملت كده في نفسي، احنا ازاي نعمل كده في نفسنا. السؤال بقى، الى اي مدى بتشوف ان الحظ بيأثر بشكل ايجابي او سلبي على حياتك؟ يعني تؤمن بمساله الحظ دي ولا لا؟ يعني مثلا ممكن واحد يكون مؤهل نفسه ان هو مثلا هيقدم في كليه معينه، والكليه دي محتاجه تدريبات، بصوا اللعيب عشان جاب الجون في نفسه حاسس كده ايه، يعني هياكل نفسه، ده عمرو السوليه طبعا. وايه بقى اللعيب اللي جاب الجون في نفسه ده؟ يعني احسن لعيب كان بيلعب عندنا في الماتشات اللي فاتت كلها، يعني عمرو السوليه. فالقصه احنا مش بنتكلم على الكوره بالنهارده، لكن بنتكلم على مساله الحظ. بتشوف الى اي مدى الحظ بيأثر عليك بشكل او باخر. تخيل بقى واحد راح الامتحان ومذاكر جامد جدا جدا جدا، ورايح الامتحان في الكليه الساعه 11، تمام، وبعد كده قالوا له لا الامتحان كان من 9 ل 11، ده يعمل ايه؟ ده حظ، يعني هو راجل مذاكر وعامل اللي عليه ومجتهد وزي الفل، بس راح الامتحان في وقت غير وقته. انا كنت من كام يوم كده قريت عن برضو اسره كانت حاجزه مش عارف يعني الطياره بتاعتها مش عارف لباريس، بصوا لقوا نفسهم في اليونان اتلخبطوا كده، يعني حجزوا التذاكر بشكل غلط، حظ. ممكن واحد يكون يعني حظه كده قابل حد في السكه، يعني خلى حياته كلها بعد كده زي الفل، وبقى حظه بعد كده حلو واشتغل شغلانه كويسه. عارفين عبد الغفور البرع لما قابل الحاج ابراهيم سردينا وقال له شغلني عندك، كان بدايه طريق لعبد الغفور البرع مثلا. يعني ممكن واحد تاني سوء الحظ بقى يقابل حد بشكل صدفه يوقعه في مشاكل الدنيا والاخر. الى اي مدى بتشوف موضوع الحظ ده بيأثر علينا بشكل او باخر؟ مين ده بيقول اخبروا الحظ باننا احياء فليطرق بابنا ليلى؟ يا سلام، جبران خليل جبران، ده جميله المقوله دي. فالى اي مدى بتشوف ان الحظ بيأثر على حياتك بشكل او باخر، وتؤمن بالقصه دي ولا لا؟ يعني لا، الموضوع ما فيش حظ سواء ولا حظ، ولا في حاجه اسمها حسن حظ ولا سوء حظ. يعني برضو تلاقي فريق بيلعب كده ومية مية، وتلاقي الفريق التاني في آخر ثانية يجيب جون، تبقى الأمور مش مظبوطة.